اش غادي نقول لك، في الصباح ملي فقنا انا بعدا جيت حتى لشي 11 ونص واقيلا ولا مار 12، عاد لقيت المقدم الشيخ المخزنيه جاونا، فين جينا لقينا هذا السيد هنايا ميت مسكين الله يرحمه. هذا الشيء اللي وقع، من بعد ما عرفناش شنو باش مات ولا شنو عنده ولا حتى العائله ديالو، انا ما عرفوش ما عرفوش فين كيسكن اصلا. الخاصه الامنيه وهذا جاو الام جاو سميتو الشرطه العلميه، داروا داكشي اللي خصو يدارو. هادشي اللي كاين في الصراحه تصدمنا، كنا جالسين في الدار حتى كيقولوا لنا راه شي لقاو شي راجل ميت ما عرفناش، هبطنا فحالنا فحال الناس كنلقاو الراجل مغطي وعلى كرشو، ما فهمناش علاش شنو واقع بالضبط، ما فهمناش. ماشي ولد المنطقه؟ لا ماشي ولد المنطقه، ماشي ولد المنطقه. ملي كنسولوا الناس كيقول لك راه ولد حي الرحمه ماشي هنايا. لا عمرنا ما شنا، زعما عمرنا ما انتبهنا انه كون كان دائما كيكون غنتابهو، يعني راه تنخرجوا تنتسخروا هنا غاديين جايين، كون كانت حاجه غنتابهو لها، عمرنا ما شفنا زعما هنايا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، كما يمكنك متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.